ومن لندن ينضم إلينا الدكتور جعفر الهاشمي الخبير في الشؤون الإيرانية. دكتور جعفر، إذن الآن 5 وزراء للخارجية لدول ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون طهران بالتعويضات بعدما أقرت طهران بأنها بالفعل هي السبب في إسقاط هذه الطائرة، وصحيح قالت أنه خطأ شخصي، ولكن ما هي تبعات ما تم اليوم؟ الآن وزراء الخارجية يطالبون طهران بتعويضات. طيب أوقاتكم، هناك مشكلة جوهرية في داخل إيران، هناك مناكفات بين تيار الحرس الثوري الذي فقد جزءا مما كان يسعى له من إحياء مشروعيته في الداخل الإيراني، وأيضا محاولة استيلائه على ما تبقى من السلطة، وكان يخطط لهذا الأمر قبيل وقوع الطائرة، حيث كان يستعد للدخول في انتخابات البرلمان المقبل بعد شهر. وأيضا حاول أن يقصي كثير من الوجوه، أقصى ما يقارب أكثر من 91 من المندوبين، حتى منهم المتشددين والمقربين نسبيا عن التيار المعتدل أو الأصولين المعتدلين كما يسموهم. نعم، هذه المناكفات في الداخل هي أيضا تجلت واتضحت وتوسعت الهوة بين هذه الأطراف في الداخل الإيراني، ولكن رغم ذلك هناك اصطفاف في الداخل الإيراني أمام هذا الحدث، أمام اصطفاف في المجتمع الدولي في إيران. فالإيرانيون الآن لا يريدون حتى يقدمون معطيات إلى روحاني التيار غير المتشدد وإلى خارج الحرس الدولي، ويريدونهم أن يستفردوا في هذه التحقيقات. طيب، داخل عذرا دكتور جعفر، أعذرني على المقاطعة، ولكني أسألك هنا عن فكرة التعويضات. يعني أعتقد حتى أن التحقيق الدولي لن يطول كثيرا، لن يتم البحث مثلا في عيوب في صناعة الطائرة، لأن الجانب الإيراني بنفسه أعلن أنه المسؤول وأنه من أسقط هذه الطائرة عن طريق خطأ فردي. هنا السؤال، هل سيقوى النظام الإيراني باقتصاده المتردي منذ العقوبات على أن يفتح نفسه ملفا جديدا في تعويضات الضحايا؟ يعني ما أراه أنه إيران الآن تريد أن تستمر في نهجها في استراتيجيتها، ووصلت إلى نقطة تليأس من المجتمع الدولي، ولا تريد أن تتعامل مع المجتمع الدولي، تعول على التطورات التي قد تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، ولذلك الآن دخلت في وصل إلى نفسها هذه العزلة، فهي لم في الحقيقة لا تسعى للتعامل مع المجتمع الدولي، ولن تفتح ملفا ولن تقبل للمجتمع الدولي هو الذي سوف يحقق في هذا السياق. تريد هي بذاتها أن تحقق، وأقصد بذلك الحرس الثوري يريد أن يحقق، ويريد في نفس الوقت أن يشكل محكمة، رغم أنه الموضوع هو مرتبط في المجتمع الدولي ويرتبط في المحاكم الدولية، لكن إيران تريد أن تستفرد في هذا الأمر. هل إيران تريد أن تفتح ملفات أخرى؟ أتصور نعم، إيران الآن هي وصلت إلى نقطة اليأس، وربما ليس هناك من مؤشر في الواقع أن أشكرك أو يشير إلى لديها سياسة عقلانية في هذا السياق. هي لن تهيب بهذه الملفات، هي راح تخفض مزيد من اليورانيوم، راح تقمع الشارع الإيراني، أشكرك، وراح تهدد المجتمع الدولي برمته. الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور جعفر الهاشمي، كنت معنا من لندن، فشكرا لك.